ايش خطوك شخص احمد جيرو شخص بالشارع اعمل حسابه دخل لي بطولة دسات وهو ما يعرف يبنش قد تفاك اوت من قبل لا يبدا الكورس يو امين ذا بيلد تلقاني مستقر فوق الكحول بتمكن في الضرب لي ما تروح محتل مكانه في السين لي الدسم والمكانة مختل مبدع عالسين دي ما وادم اركانة تلقاني كالصفر فوق الكحول بتمكن في الضرب لي ما تروح محتل مكانة في السين لي الدسم والمكانة مختل مبدع عالسين دي ما وادم اركانة زرق فلوك كامل فقيس عندك ضعف واضح في الأداء صوت اللحن على من صوتك بكثير مدري جالس تتمحن قول ختمت المجال وانت عندك دروبات وبعدك ما تفوز لانك في البطولة مقرد بوت ما تعرف توزن سطر كيف بتسمع نتراك في عيونهم بس تكبر انا تكبر ولا راك في حالة واحدة اكون وراك لما تكون تتناك اكيد احترم اللي رباك بس انا ابغاك تروح عند اخوي تنتقدني ما تقدر تواجهني رميته في خطي فلبيني فخلي يتحملني بخلي يحمل مني بعدني هادي ما شديت واشوفك بتليلك ضيم وانقهرت في البيت لانك بيتوتي كذا يصير بالقطط لما تطلع من البيت ادخل برجلي اليسار كأني داخل حمام اشوف اسرائيلي وانا كتائب القسام لا اداء لا فلو لا مهارة لا سكل ادعاءاته بالقوة مرفوضة لأنه ممل اسلوبي اسلوب شوارع الفلو فلو محارب المهم كذا نصارع بارع ضغطك من دنت سيما غارقة في السماء سيام تنغرس راسه فك يطلب الرحمة ضارب عظمة قبل لحم بليتي من كلامي يقول انا بريء اسقي زرنيخ من المري لا ارادي يخضع لي اذا ما تعرف تمكس لغتين لا تغني الا بوحدة انا مو من النوع اللي يقول لك وحدة بوحدة انا اعطيك وحدة بس من تحت تحميله بيقولوا تم تحميله